بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج صحافة الغد، متابعة لأبرز العناوين التي تطالعنا بها الصحف المحلية التي تصدر صباح الغد وأبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري. ودعونا نتابع أبرز العناوين من الأخبار. السيسي يستعرض استراتيجية مصر لاستئناف الحركة السياحية. اليوم السابع، رئيس الوزراء: نستهدف تأسيس كيانات تعليمية تقدم مستوى تعليميا يتناسب مع احتياجات سوق العمل. الشروق، وزيرة التضامن: نستهدف الوصول بمستفيدي تكفل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة. ومن الأخبار، مصر تواصل إرسال المساعدة العاجلة إلى لبنان. البداية معكم من صحيفة الأخبار، والعنوان: السيسي يستعرض استراتيجية مصر لاستئناف الحركة السياحية. كان هناك لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بأمين عام منظمة السياحة العالمية زوراب بولكاتشفيلي، وذلك بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار. زيارة مهمة بالتأكيد، من خلالها أطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمين عام منظمة السياحة العالمية على أبرز الجهود اللي قدمتها مصر حتى تعود السياحة مرة أخرى في ظل جائحة كورونا، مع الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية. الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض أيضا خلال هذا اللقاء محاور الاستراتيجية التي تنتهجها مصر لاستئناف حركة السياحة بشكل كامل وفقا للإجراءات والضوابط التي وضعتها أيضا وزارة السياحة والآثار، واستراتيجية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق التوازن بالتأكيد بين عودة السياحة في مصر وضمان سلامة وصحة السائحين والعاملين في قطاع السياحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الرئيس رحب بزيارة أمين عام المنظمة، والتي تعد الأولى له خارج أوروبا منذ بداية جائحة كورونا. أشاد أيضا بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة السياحة العالمية لقطاع السياحة دوليا وإقليميا، والجهود المختلفة لإعادة حركة السياحة على مستوى العالم إلى سابق عهدها قبل انتشار جائحة كورونا. وكان هناك إشادة من أمين عام المنظمة بالجهود المصرية المختلفة في هذا الصدد بعد قيامه بعدة زيارات واطلاعه على الوضع على الأرض والجهود التي تبذلها مصر في هذا المجال والضوابط المختلفة التي تعمل من خلالها. نتحول معكم لليوم السابع، ورئيس الوزراء: نستهدف تأسيس كيانات تعليمية تقدم مستوى تعليميا يتناسب مع احتياجات سوق العمل. حقيقة هذه الأيام بالتأكيد بعد نتيجة الثانوية العامة ومرحلة التنسيق الأولى تتضح الكثير من التصريحات من قبل وزارة التعليم العالي بخصوص نظم التعليم الحديثة، الجامعات الأهلية التي أمر بافتتاحها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان هناك لقاء بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لمتابعة الموقف التنفيذي لتكليفات الرئيس بشأن الجامعات الأهلية. رئيس مجلس الوزراء أكد على أن اتجاه الدولة نحو تأسيس الجامعات الأهلية، وأيضا موافقة الرئيس على إنشاء 4 جامعات جديدة، بيأتي في ضوء استهداف تأسيس كيانات تعليمية وعلمية تقدم لشباب مصر مستوى تعليمي عالي ومختلف يتناسب بالتأكيد مع احتياجات سوق العمل، ويسهم في تخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية والعلمية الحديثة. أيضا وزير التعليم العالي أشار للجهود المختلفة التي تقوم بها الدولة في إطار تطوير التعليم الجامعي والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والتجمعات التكنولوجية ومراكز إبداع مصر الرقمية
وأيضا تعريف وتوعية الرأي العام بهذه المجالات الجديدة من خلال التنسيق بين مجموعة من الجهات المعنية. بالنسبة للجامعات الأهلية، بدأ هذا العام أو ستفتتح أو سيبدأ العمل في 3 جامعات بالتحديد، تقدم حوالي أكثر من 66 تخصص بالنسبة للطلاب، تقدم أيضا خدمات مثل وجود سكن لهؤلاء الطلاب وأيضا تأمين صحي. الدكتور خالد عبد الغفار أيضا تحدث عن الإجراءات والخطوات الخاصة بتنفيذ التكليفات الرئاسية الجديدة، وكان من ضمنها تخصيص 100 منحة دراسية مجانية تقدم لأوائل الثانوية العامة في الجامعات الأهلية الجديدة، وذلك من خلال تمويل من صندوق تحيا مصر، بالإضافة بالطبع لتخفيض الحد الأدنى للقبول في هذه الجامعات وذلك بالمناطق النائية، وتشكيل مجلس أمناء خاص بالجامعات الأهلية الجديدة واللي أقرت بالفعل في 17 أغسطس من هذا العام. القبول في هذه الجامعات بيقل 5% تقريبا عن القبول بالكليات المناظرة في الجامعات الخاصة والحكومية والمنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شهدت إقبال مكثف مع افتتاح المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات تحديدا باب التقدم في الجامعات الأهلية. هذه المنصة بالتحديد سجل فيها حوالي 6 مليون زائر خلال 36 ساعة فقط، وقام حوالي 14500 طالب بفتح حساب على هذه المنصة الخاصة بالجامعات الأهلية. أما الذين سجلوا رغباتهم بالفعل في هذه الجامعات فوصل ل 8400 طالب حتى الآن. وزير التعليم العالي أشار أيضا لنقطة مهمة خاصة بالقبول في هذه الكليات، إن في إجراءات بتتم وفقا لضوابط بتضعها كل جامعة، خاصة إن هذه الجامعات بتعقد شراكات مع الجامعات الأجنبية المرموقة. بالتأكيد هذه الجامعات بترفع تصنيف مصر على المستوى العالمي والعربي فيما يخص التعليم ما بعد المدرسة، وبالتأكيد سنشهد طفرة جديدة في مجال التعليم العالي في إطار هذا التطور وهذه الجامعات اللي تم افتتاحها بالفعل. أتحول معكم للشروق، ووزيرة التضامن نستهدف الوصول بمستفيدي التكافل وكرامة إلى 4 ملايين أسرة. وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج تحدثت عن برامج الحماية الاجتماعية التي بالطبع بتنطلق من أرضية دستورية أقرت في دستور عام 2014، الأولوية كما جاء في الدستور الاهتمام بالفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وتقديم الدعم لهم، على رأسهم بالطبع محدودي الدخل وغير القادرين على العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. منهجية الحياة بتقوم على منهج الفقر متعدد الأبعاد، وبتسعى لتحسين جميع مناحي الحياة ليس فقط من خلال تقديم الدعم النقدي، لكن المدخل التنموي لتحقيق التنمية لهذه الفئات. الاجتماع الأول للجنة العليا لتسيير برامج الحماية الاجتماعية والمشكلة بقرار وزاري رقم 217 لعام 2020 أوضحت أن الوزارة بتخطط للوصول بعدد مستفيدي برنامج تكافل وكرامة لأربعة مليون أسرة دون تحميل الدولة أي أعباء إضافية. أيضا هناك خطة لإنشاء قاعدة بيانات بتضم جميع الأسر المشمولة بالدعم سواء الحكومي أو الأهلي، مع العمل على استرداد أي أموال تم الحصول عليها دون وجه حق وإعادة تدويرها لمستحقين فعليين. تأكيد برنامج طموح بيهدف لتحسين حياة المواطن المصري في المقام الأول كما يؤكد الدستور المصري. إلى اليوم السابع، وفي إطار أيضا الخطط الخاصة بتحسين دخول المواطنين وبرامج الدعم النقدي المختلفة، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نستهدف وصول عدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي إلى 2.95 مليون أسرة. وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية أصدرت تقرير بيستعرض خدمات قطاع الرعاية والبرامج الأساسية اللي بيتضمنها والأهداف التنموية لهذا القطاع،
وزيرة التخطيط دكتورة هالة السعيد تحدثت عن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية واللي بتضم 5 برامج أساسية، منها بالطبع برامج فرعية متعددة على رأسها برامج الحماية الاجتماعية. هذه البرامج بتسعى في المقام الأول أنها تحمي الأسر المصرية الأكثر فقرا أو محدودة الدخل من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية. يعمل أيضا البرنامج في تقليل الفجوات ما بين السكان، وهناك برامج خاصة بالدعم النقدي غير المشروط، وأيضا برامج الإغاثة من الكوارث الفردية والجماعية زي أزمة فيروس كورونا، ده بالإضافة لبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات. كلها برامج متعددة بتتم في نفس الوقت على عدة محاور لخدمة المواطن المصري وتقليل الضغوط والأعباء عليه. تحول لجريدة الشروق اللي اهتمت بخبر متعلق بفكرة المكنة وتحويل كل ما هو ورقي إلى النظام الإلكتروني، ومنه على سبيل المثال في مصلحة الضرائب تطبيق المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في نوفمبر المقبل. مدير إدارة المسجلين بمصلحة الضرائب قال إن المرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية ستبدأ في شهر نوفمبر من خلال نظام إلكتروني مركزي، من خلاله بتستطيع مصلحة الضرائب متابعة كل التعاملات التجارية بين الشركات، وذلك عبر التبادل الإلكتروني لبيانات الفواتير لحظيا، بما يساعد في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وفقا لبيان المصلحة بالأمس. خلال ندوة مصلحة الضرائب ونقابة التجاريين، أضاف خلال تقنية الفيديو كونفرنس رئيس المصلحة، تحدث عن مستجدات تطوير وما كانت النظم في مصلحة الضرائب المصرية، وأن في نوع من أنواع التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية تم في 30 من يونيو الماضي، وده بمشاركة عدد من الشركات. هذه المنظومة بالتأكيد تساعد الممولين في التحقق من صحة بيانات الفواتير لأطراف التعامل، كمان تعزيز المراكز الضريبية والتصنيفات المختلفة في الشركات، وتسهيل إجراءات التسويات بين الشركات فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، وتخفيف فكرة التعامل الورقي. الفواتير الورقية بالتأكيد هتقل بشكل كبير نظرا للاعتماد على نظام المكنة. نرجع مرة تانية لجريدة الأخبار وخبر عن علاقات مصر الخارجية وعدد من الملفات بحثها وزير الخارجية سامح شكري في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي. وزير خارجية مصر بحث مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان عدد من الملفات الإقليمية، شملت بالتأكيد التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، خاصة مع اهتمام الجانب الفرنسي والمصري بالشأن الليبي على وجه الخصوص، أيضا القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في لبنان عقب بالتأكيد الانفجار الأخير في مرفأ بيروت اللي تسبب في كارثة على كل المستويات في لبنان، وده طبعا في إطار العلاقات الثنائية المتبادلة والقديمة والمستمرة بين البلدين. متحدث رسمي باسم وزارة الخارجية صرح أن الوزيرين تشاوروا خلال هذا الاتصال حول تطورات القضية الفلسطينية وضرورة التأكيد على الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ودعم المساعي المختلفة اللي بترمي لتحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. أيضا الملف الليبي، وكان هناك ترحيب من الطرفين بوقف إطلاق النار اللي تم الاتفاق عليه في الأراضي الليبية، باعتباره بالتأكيد خطوة هامة على طريق التسوية السياسية لهذه الأزمة، وأن يكون الحل السياسي هو الحل الأول والأوحد لما يحدث على الأراضي الليبية واستعادة الاستقرار في هذه الدولة والحفاظ على الأمن وثروات ليبيا، أيضا مع الحرص على مواجهة الجماعات الإرهابية والتدخلات الخارجية التي تسعى لتأجيج الأوضاع في
في ليبيا. أيضا تحدث الوزيرين كما ذكرت عن كيفية إخراج لبنان من أزمته وكيفية تقديم المساعدات بجميع الأشكال حتى يخرج من هذه الأزمة بعد انفجار مرفأ بيروت، ويعني كان قبل انفجار لبنان في أزمة اقتصادية بالإضافة لأزماته السياسية المستمرة. نعود مرة أخرى للملفات المحلية وجريدة الشروق والسبت، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى وبدء تسجيل المرحلة الثانية. كما ذكرنا بدأ بالفعل التنسيق في المرحلة الأولى بعد الثانوية العامة يوم السبت الماضي، ووزير التربية التعليم العالي خالد عبد الغفار تحدث أنه من المقرر إعلان نتيجة التنسيق لطلاب الثانوية العامة المستجدين عقب انتهاء تسجيل رغبات المرحلة بثلاثة أيام السبت المقبل، وهيتم فتح باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية في نفس اليوم. الوزير كان بيقوم بجولة تفقدية لمعمل التنسيق المركزي بجامعة عين شمس بالأمس، وهذا المركز اللي تم إنشاؤه خصيصا لتقديم الدعم للطلاب ولذويهم عشان يتمكنوا من يعني الوصول لإجراءات التنسيق بكل سهولة ويسر. تتم عملية تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى في هذا المعمل، بالإضافة أيضا لمعامل أخرى بالجامعات المختلفة واللي بتتلقى استفسارات أولياء الأمور الخاصة بالتسجيل. جولة الوزير خلالها التقى بعدد من الطلاب وتحاور معهم، وأكد على أنه هيتم تقديم كل التسهيلات حتى لا تحدث أي مشاكل أثناء تقديم هؤلاء الطلاب لرغباتهم إلكترونيا، وأن الموضوع هيتم في إطار من الحرص والمساعدة من العاملين في هذا المركز. كمان تفقد الوزير سير العمل في المكاتب المختلفة والقاعات المخصصة واللي تم تجهيزها بكل ما يحتاجه الطالب، مع طبعا توفير الإجراءات المختلفة فيما يخص الرعاية الصحية والإجراءات الوقائية اللازمة لضمان سلامة جميع المترددين على مكتب التنسيق. وبهذا الخبر عن انتهاء المرحلة أو موعد انتهاء المرحلة الأولى من التنسيق للجامعات المصرية نكون قد وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج صحافة الغد. غدا تلتقون مع فريق عمل جديد وجولة أخرى جديدة لأهم العناوين التي تشغل الرأي العام المصري. إلى اللقاء.